يقول الأخ: هل رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقول: أما الرفع عند التكبيرة الأولى فثابت، وأما الرفع في بقية التكبيرات فلم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، لكن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. وهذه عبادة، ونحن نعرف أن السلف يعلمون أن العبادة أصلها التوقيف. ولذلك أقول إن من لم يرفع يديه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين مع كثرة صلاته على الجنائز فهو على خير، ومن رفع يديه في تكبيرات الجنائز لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز فهو على خير. ولذلك أقول وأعتقد أن السنة محتملة للأمرين، فلا ننكر على من لم يرفع ولا ننكر على من لم يرفع، بل أعتقد أن من رفع على خير ومن لم يرفع على خير، والحمد لله الذي جعل لنا سعة في ديننا.